وين الانسان كذا بالحياه لازم طبقيات. يا سلام. طيب لو في نشيد كذا انجليزي عادي نحط ترجمه لازم دحين نحط شباب يعطونا ترجمه في الشاشه تحت يعني ما في خلينا نحاول شوي وات يو ار لا ما لي هنا انجليزي كويس يا شباب لا انجليزي كويس وايسين نعم واي بالله تجي واي بس في النشيد كويس بالله تجي واي تعال ما شاء الله عربي انا ابيك ابيك تعال فرنسي طيب تعال تعال واي تعدد اللغات تبارك الله تفضل هنا طال عمرك شوف عمر اجلس عشان الكاميرا لا 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 خليك واقف يجيبونك بس ولا معتز عليك مالك قول لا اله الا الله لا اله الا الله احنا سامحين لك لو لغه اشاره ما عندي مشكله كومبارس يعني لا لو تشرح الكلام اللي بيقوله لغه اشاره يلا عادي شوف نشيد ما حمتك نشيد عطنا عطنا كذا انك جاي مبسوط وليله جميله وكذا دو سبيك انجلش يس ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله هذه برضه تجي عربي انجليزي طيب حلو لا صراحه يعني عطنا عطنا عمر انك سعيد جدا بالانجليزي ان هنا وشوف ترجمه وايل كيف بتكون بلغه الاشاره عشان اي وود لايك تو تيل يو ذات ايم مور ذان هابي تو بي هير هو يقول انه سعيد جدا بالوجود بين نجومكم يقول يا حمامه ودي لي وصل سلام لا تحطوا الكاميرا على ابو حسين يا جماعه هو قالها وطلع وين الامانه في النقل يا شيخ يا اخي يتعب على التسويق وينشر العمل هذا يشوه العمل والله حرام عليك يا قال حقول دليل نجاح والله انه وصل لجميع طبقات المجتمع يا سلام اقول لك ابو حسين ذاك اليوم نزلنا تصويت العيون وايل تحدى هيثم الملحان يقول انا صوتي افضل يا وايل استهدي بالله انت ما دخلت منشد برنامج قال لا انا داخل على علي والله هيثم اكيد بيفوز علي صدقني التصويت ما خدمك بس والله الحين سوى تصويت بينه وبين بعد هو زعلان انه هيثم فاز يقول كيف يقول لك كيف يفوز سوى تصويت بينه وبين لا 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 كذا مستحيل ما نسمع لك بعدين ينزل ابو حسين ابغى نسمع حمام الشغل الاصليه تمام يا سلام انا والله يعني انت الان يعني بحاول اني ارفع مستواي عشان اقدر يعني دواك الله ما عليك تجيبها تجيبها ان شاء الله والله شد حيلي تكفى الله يخليك قدها قدها نعرفك انت ما شاء الله عليك ممكن الطبقه عطى كيلو طيب ارفعونا السبيكر يا شباب لا يا حمام الشوق وديني وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي أنا قلبي في طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم يا طيبة يا أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة أنت البهية طيبة تداوي 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 قلب العليل والقلب والهان طيبة والهان روحي تقول وفكري يقول روحي تقول يا طاير ودي الوصية سلم على الروضة البهية لما أوصل طيبة دموعي تنسى كيف تروي لضلوعي ارتمي ويحلالي خشوعي عند طه نفسي رضية يا طاير ودي الوصية سلم على الروضة البهية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله يرزقنا المدينة مسكن ومدفن يا رب يا اللهم اي أيوة والله كثير ناس يحسبون من اهل المدينة انا من اهل جدة لكن الله يرزقنا المدينة مسكن ومدفن يا رب يا رب ابو حسين انت ذكرت النشيد هذا